بص يا جماعة كده، انا عندي الفور اهو، عندي الفور بالظبط كده. اعمل ايه؟ ريتيرن. يعني انا كده الفور خلصت، هريتيرن ايه بقى؟ هريتيرن ايه؟ هريتيرن الكرنت. امال هريتيرن ايه؟ التري. البيرنت بقى بتاع التري اللي احنا كنا عاملينه من الاول كان اسمه ايه؟ اي تري. هريتيرن الاي تري كده، الاوبجكت بتاع الاي تري اللي جواه اوبجكتس كتيره بقى كده، ديت ايه؟ هيروح فين؟ لليوزر. هو بقى يقدر يتعامل معاه بالطريقه اللي هو عايزها. تمام، تعالوا نجرب نعمل الميثود اسمها ايه؟ اسمها بارس تري، مش كده؟ هو طالب مني نعمل اللي في الشيت، خلينا ناخد اللي في الشيت بالظبط كده. بص الناس معايا، كوس الناس معايا، بص كده، كوس مسافة، ها كوس مسافة ايه؟ مسافة بلس مسافة ايه؟ عشان السبليت اللي فوق. انا قلت كده وانا بشرح. تمام، بص احنا عاملين الكلام ده ليه؟ بص كده، احنا فوق هنا عاملين الاف اكسبريشن بتساوي الاكسبريشن دوت سبليت. الاف اكسبريشن بتساوي الاكسبريشن دوت سبليت، دي هتعمل ايه؟ الاكسبريشن اللي داخل ده هتحوله لي الليسته، بس بتقطعه بالايه؟ بالمسافات. عشان كده احنا تحت احنا بنيجي نعمل هنا عملنا ايه؟ قطعناه للمسافات. تمام، طيب المفروض دي بترجع حاجة، فأنا هاخد إيه؟ ريزلت هتساوي الكلام ده. قال لي سيلف دوت ايتمز دوت بوب، ده فين؟ لاين 18 كده. احنا نسينا حاجة ايه؟ كده عمل بوب للإمتي ليست. نعم، فين فور؟ فين اللي هنا دي فور؟ دي مالها بقى؟ هو اف اكسبريشن، ما انا حولته الليست. هو في حاجه احنا بنعمل لها بوب زياده او بوش زياده؟ تعال نراجع على اللوجيك بتاعنا تاني. ايه سيلف دوت ايه؟ فين دي؟ سيلف دوت ايتمز دوت بوب، دي في الستاك يا باشمهندس. السطر رقم 18 ده في الستاك، هي طلع لي في 27 77 اللي هو هنا. طلع لي ان الكرنت الكلام ده ايه؟ ها هنلاقي ايه بقى؟ مدخلين فيه كود زيادة؟ لا متهيألي، لا ده انا حل الصبح. لا ثواني بس، ما نعملش ايه؟ مش هيشتغل يا باشمهندس.
اكسبريشن ايه؟ ايه؟ في حاجة ناقصة صح؟ فين بقى؟ فين بقى؟ بص ادي 1 2 3 4 5 وادي 1 2 3 4 5 لا مظبوطين، الأقواس مظبوطين. عد الأقواس المفتوحة والأقواس المقفولة، 1 2 3 4 5 تمام، وادي 1 2 3 4 5 مظبوطة. طيب خلينا نكتبه بإيدينا عشان ممكن يكون مكايش. بص كده هي كانت مكيشة، بس لما انت بتاخد كوبي من البي دي اف ساعات بتبقى مكيشة حاجات، الانكودنج بتاع فايل للتاني بتضرب. لما كتبناها بايدينا بص اشتغلت عادي، كانش فيها اي حاجة تمام. لما كتبناها بايدينا اشتغلت عادي عشان مش مكيشة، انا كاتبها بايدي هنا، لكن لما نسختها من البي دي اف كانت مكيشة حاجات عشان الانكودنج مختلف. طيب كده احنا عملنا يا جماعة، كده احنا عملنا التري. في حد عنده مشكلة في دي؟ ها. حد عنده مشكلة؟ أعيد تاني؟ تمام. طيب عملنا الماثيماتيكال اكسبريشن اللي في الكويشن الأول. السؤال التاني بقى بيقول لك رايت ا بروجرام ذات جنريتس البريفكس والبوست فيكس باستخدام البري اوردر والبوست اوردر. هو هيكون في حاجه من غير، بص شايف الفور لوب دي، الفور لوب ديت لو عديت عدد البوش والبوب هتلاقيهم مظبوطين مع عدد مع عدد الاليمنتس اللي جوه الليست. عايز تشيك شايك، بس هي كده، هي كده اوكي ما فيهاش مشكله يعني، هي بالطريقه دي خلاص دن اوريدي دن تمام. طيب احنا محتاجين دلوقتي نعمل ايه بعد ما عملنا التري بقى؟ ها محتاج احولها للبوست فيكس والبريفكس. والدكتور برضو كان شرح في المحاضرة ازاي اعمل لها ايفالويت. عارفين الايفالويت كان بيحصل ازاي؟ شرحت لكم في المحاضرة الايفالويت، فممكن المحاضرة ممكن الايفالويت يجي كمان. طيب تعالى بقى نشرح موضوع البري اوردر والبوست اوردر. بص هنتفق على حاجة، لو احنا ماشيين على التريد، لو احنا ماشيين على التريد، اسمعي، لو احنا ماشيين على التريد تمام؟ لو انا بطبع البيرنت الاول يبقى ده ايه؟ بري. لو انا بطبع التشايلد الاول يبقى ايه؟ بوست. بمعنى لو انا مدي لك تري زي دي كده، لو انا مدي لك تري زي دي كده انا قايل لك بص طبعنا الاوبريتور البيرنت الاول، لو احنا طبعنا البيرنت الاول قبل ما اخش في التشايلد التشيلدرن بتوعه يبقى انا شغال بري تمام. لو انا طبعت التشيلدرن الاول يبقى انا شغال بوست. طيب يعني ايه طبعت البيرنت الاول؟ يعني اروح طابع البلس وبعد كده اروح طابع الاستريك وبعد كده الستة والسبعة تمام، وبعد كده اروح طابع الايه؟ الخمسة. دي كده ايه؟ بريفكس، وهي برضو البري اوردر كده، دي بريفكس وهي برضو الايه؟ البري اوردر مش كده؟ طيب لو انا طبعت التشيلدرن الاول، يعني ايه التشيلدرن الاول؟ يعني شايفين التري دي؟ هطبع الاثنين التشيلدرن الاول، مش دي هتساب تري من دي؟ هطبع الاثنين التشيلدرن بتاع دي الاول، يعني هطبع السته
وبعد كده السبعة تمام، وبعد كده اربع البيرنت بتاعه، يعني اروح طابع الستة والسبعة البيرنت بتاعهم ايه؟ الاستريك الدارك تمام. بعد كده التشايلد ده خلاص خلص مش كده؟ ها التشايلد ده مش المفروض اطبعه، اروح طابع الخمسة. وبعد كده خلصت ده وده المفروض اطبع ليه؟ المفروض اطبع البيرنت اللي هو ايه؟ الجامعة. طب ده اسمه ايه؟ بوست فيكس وبري اوردر. يعني البري اوردر سوري البوست اوردر، البري اوردر بيحول للبريفكس لو انا هشتغل طباعه تمام، والبوست اوردر بيحول لي بوست فيكس، البري اوردر بيحول للبريفكس والبوست اوردر بيحول للبوست فيكس. طبعا هي مش شغاله في البوست فيكس والبريفكس بس، ها انا لو عايز اترافيرز على كل ال اللي جوه البري همشي بالسوبر، لو انا عايز اترافيرز تاني واحد واجيت في ال البري همشي بالسوبر اللي احنا هنشتغل. فالبري اوردر والبوست اوردر والان اوردر الثلاثه دول طرق عشان اكسس الاليمنت اللي جوه التري، عشان اكسس الاليمنت اللي جوه التري. طب نتخيل سوا احنا عندنا نود نوعها باينري تري، وجوه النود دي في ليفت تشايلد وفي رايت تشايلد، نوعهم ايه برضه؟ باينري تري. والفاليو بتكون موجوده فين؟ الفاليو بتكون موجوده في كل ايه؟ في كل النودز اللي عندنا صح؟ حلو. طب انا المفروض اتن اجيت التشايلد اللي بعد التشايلد اللي بعد التشايلد اللي بعد لحد ما اوصل فين؟ لحد ما اوصل للليف تحت خالص صح؟ طب الليف ده انا هعرفه ازاي؟ ملوش تشد صح؟ ملوش اي تشد. يبقى في الاول هات التشايلد بتاعك الشمال والتشايلد بتاعك اليمين. لو ليك شدر تعمل ايه؟ تكون نفسك تاني وتجيب الايه؟ الليفت والرايت. لو مالكش تعمل ايه؟ يبقى ريتيرن ليه؟ الفاليو تمام؟ طيب اللي احنا هنعمله بقى ده بالظبط، بس ايه بدل ما ريتيرن يبقى برنت. بدل ما ريتيرن يبقى برنت. تعال نعمل الكلام ده. تعال نشتغل البري اوردر. البري اوردر المفروض هتاخد مني ايه؟ ها هتاخد منه باينري تري. برافو، باينري تري عشان اترافيرز عليه مش كده؟ طيب اعمل ايه بقى؟ ها المفروض نعمل ايه؟ البري اوردر بيطبع البيرنت الاول وبعد كده الشيلدرن صح؟ البري اوردر بيطبع البيرنت الاول وبعد كده الشيلدرن. طب المفروض ايه اللي مبعوت لي؟ الاي 3 صح؟ لو الاي 3 بنن يبقى البيرنت بتاعي كان ايه؟ كان تشايلد ما عملش حاجه. ولو الاي 3 مش بنن اعمل ايه؟ اطبع. تعال نعمل الكلام ده. اف الاي 3 هتساوي نن، سوري بقى نوت ايكوال نن، اعمل ايه؟ ابرنت ايه الاول؟ البيرنت بتاعهم الاول صح؟ تعال نبرنت البيرنت، البيرنت بتاع الاي 3 دوت جيت اسمها جيت ايه؟ احنا عاملينها فوق جيت ايه؟ جيت روت صح؟ فين هي؟ اه جيت روت. وبعد كده ها وبعد كده ايه؟ اطبع اليمين والشمال، اطبع الشمال سوري الاول وبعد كده اليمين. يبقى هعمل ايه عشان اطبع الشمال؟ اعمل ايه؟ ايه رايك لو عملت كل الميثود دي تاني؟ لو رحت قايل هنا البري اوردر اوف الايه؟ الشمال بتاع الاي 3، يبقى اي 3 دوت ليفت تشايلد. طبعا احنا ما عملناهاش بمثل، احنا عملناها على الـ على الداتا ممبر على طول. وبري اوردر اوف اي 3 دوت رايت تشايلد. لان هو بابليك، اللي فوق ده بابليك. بص ده كده بابليك، عايز تخليه مش متشاف حط قبله اتنين كده، اتنين اندرسكور تمام.
هو مش هيضرب لك ايرور ساعتها بس ايه مش هيشتغل. حط قبل تنكر 2 اندرسكور 2 اندرسكور تمام. بس هو اصلا في برايفت ولا دي اصلا حاجه بعملها؟ بس جربيها تمام. هو الدكتور كان يوصل لو واحده بس اصطلاحا ان هي برايفت تمام، بس انت لو عملتيها 2 وجيت تغيري فيها مش هيضرب ايرور بس مش هيغير. طيب ده كده البري اوردر. طب تخيل معايا كده البوست اوردر هيكون اختلافه ايه عن البري اوردر؟ اعمل ايه؟ اعمل برينتر للليفت وبعد كده برينتر للرايت وبعد كده ايه البيرنت. تعال نعملها. برنت الاول ولا اعمل ايه؟ اكل نفسي تاني صح؟ تعال نرن مثلا البري اوردر. البري اوردر اوف ايه بقى؟ عايزين ناكلها ها؟ اوف ايه؟ اوف ريزلت. مش احنا الريزلت اهي هي كانت الريزلت بتاعت الفارس فاينل 3 يعني التري اللي عملناها فارس وبنيناها دي كانت موجوده فوق مش اسمه ريزلت مش كده؟ عايزين بقى نعمل البري اوردر والبوست اوردر للايه؟ للريزلت. يعني اقول pre-order of result و post. خلينا نطبع البري الاول. بص كده طبع لي البري تمام. تعال نطبع البوست. نعمل كومنت دي بقى طبع لي الايه البوست تمام. تمام خلاص. دلوقتي ان شاء الله هنطبق الكلام ده عملي. هنطبق البري اوردر والبوست اوردر عندي تمام. يلا نبدا نشتغل.